من المعروف أن للنفايات الصلبة تأثير على الصحة العامة والبيئة على حد سواء، ولذلك فإن التآكل في مستوى النوعية البيئية له تأثير سلبي على حياة السكان، وهو الأمر الذي لم يكن يحظى بالإدارة المناسبة من قبل. The World Bank was responding to a Palestinian development plan. البنك الدولي كان يرد على واحدة من أولويات السلطة الفلسطينية والتي تهدف لحماية البيئة في الضفة الغربية وقطاع غزة. فاتفق الطرفان على تطوير مشروع بيئي في جنين، والذي سيقوم بدوره ببناء مكب نفايات هو الأول من نوعه، والذي يستقبل النفايات البلدية. An introduction of a first of its kind sanitary landfill to address municipal waste. عملية التخلص من النفايات كانت تتم عن طريق نقل النفايات إلى مكبات غير مرخصة ومكبات منتشرة في جميع أنحاء المنطقة، وكان يتخلص من هذه النفايات إما بحرقها أو دفنها، وهذا يسبب أضرار كبيرة للبيئة وانتشار للحشرات المضرة والقوارض. كما كان أثناء التخلص من النفايات هذه يتم حرقها باستعمال السولر، وبالتالي تنتشر الأدخنة بالمنطقة بشكل عام، والحرائق أحيانا التي كانت تسبب خسارة كبيرة للأراضي المجاورة بمئات الألوف من الدولارات. البنية التحتية والقدرة المؤسساتية كانتا الهدف الرئيس للبنك الدولي ومشاريعه، ولأجلها مولت المشاريع بهدف تصميم وإنشاء مكبات صحية للنفايات وإيجاد نظام لمعالجتها. ومثل هذه المشاريع هي التي تعرف بمشاريع إدارة النفايات الصلبة. كانت هناك حاجة ملحة لإعادة تأهيل وتطوير وإغلاق المكبات العشوائية المنتشرة على مستوى 85 تجمعا سكنيا، والتي ستستفيد من هذا المشروع. مشروع بناء مكب زهرة الفنجان هو عبارة اتفاقيتنا عن جزئين: بناء مكب، إغلاق وإعادة تأهيل المكبات. هذا أحد المكبات التي يعاد تأهيلها في محافظة جنين. 5 مكبات تم السيطرة عليهم وحصر مكبات جنين، 84 مكب في 5 مكبات. هذا أحد المكبات الموجودة، يتم في السيطرة المطلقة على النفايات، لا يتم في حرق، في سيطرة شبه مطلقة على العصارة باستخدام طبقة كليه توضع تحت النفايات لمنع تسرب العصارة للمياه الجوفية. المكب تغطى فيه النفايات بشكل يومي، السيارات اللي بيجين تتغطى النفايات فيها بالمعدات الموجودة، وهذا مرحلة انتقالية بين المكبات العشوائية والمكب الصحي اللي رايح يكون في زهرة الفنجان. هاي كانت مزبلة للبلد قبل حوالي أكثر من 20 سنة، وصارت أهل البلد تجيب كل زبالة وتحطها هون. طبعا هون احنا ما قدرناش نبني سنين، حتى بنينا بالاخير يعني تقول على مضض. طالب الجهات المسؤوله، طالب اليوم بكره، بكره اليوم، واخيرا اتوصلنا النتيجة مع البلديه مع مجلس الخدمات المشتركه، وساعدونا واجوا جابوا الجرافات وجابوا السيارات ونظفوها تنظيف كامل، وهذا الارض رجعت طبيعيه احسن من قبل. في البداية تم العمل على مكبات النفايات الصحية في جنين، وبالتدريج سوف تدخل طول كرم ونابلس، وأيضا هناك بلدية رابعة ستنضم للمشروع. هذا يدل على نجاح المشروع، لأن البلديات الآن تعمل مع بعضها البعض لحل المشكلات البيئية. على الرغم من الصراع السياسي والعسكري، فإن فريق المصرف الدولي تمكن على أرض الواقع من المحافظة على علاقة اتصال وثيقة ومدعمة مع وكالة التنفيذ الفلسطينية ومجلس جنين للخدمات المشتركة،
كما أنه لعب دورا محوريا في الانفتاح والإبقاء على استمرار الحوار مع كل من الجيش الإسرائيلي والسلطات المدنية حتى في ذروة الصراع. بعد الانتهاء من المشروع، البنك الدولي يقوم بكتابة تقرير الإنجاز، وهذا صحيح أيضا بالنسبة لمشروع النفايات الصلبة والإدارة البيئية. استكمال فوائد التقرير من المدخلات من مختلف أصحاب المصلحة، ولذلك كانت هنالك ورشة عمل لأصحاب المصلحة للنفايات الصلبة ومشروع الإدارة البيئية التي كانت مشاركة من مختلف الجهات المعنية بما فيها البلديات التي استفادت من المشروع والوزارات في السلطة الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. والمدخلات الواردة من المشاركين قد تصب في تقرير لإنجاز المشروع. تقرير إنجاز سيفيد في التصميم المستقبلي للنفايات الصلبة ومشاريع البيئة في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي بلدان أخرى البنك الدولي يعمل فيها. مكب زهرة الفنجان في شمال الضفة الغربية في منطقة جنين ومحافظة جنين تحديدا هو من المشاريع الهامة والحيوية والتي نعتز ونفتخر بها وبوجودها في فلسطين. طبعا هذا المشروع بجوز بانطلاقته كان بيهدف الى محافظة جنين، استيعاب النفايات في محافظة جنين ومحافظة طوباس، لكن فيما بعد يعني تطور الموضوع حتى اصبح اليوم يعني بيستوعب كل نفايات محافظات الشمال. كنا نتوقع انه يكون ل 35 سنة، ولكن حاليا بما انه تم يعني تحويل كل محافظات الشمال الى هذا المكب، يعني اصبح يتراوح العمر بحسب يعني النفايات اللي بيتم ارسالها لهذه المنطقه من 13 ل 15 سنه. دور المفوضيه الاوروبيه كان في تمويل التزود بمجموعه المركبات اللازمه لجمع النفايات ونقلها، إضافة إلى إنشاء المواقع اللازمة لمعالجتها. مكب زهرة الفنجان أصبح اليوم مكاناً للزيارة، ومكاناً كذلك لتثقيف المجتمع الأوسع والأطفال فيه بقيم إدارة النفايات الصلبة، وذلك لإحداث تغيير في الثقافة المحلية من أجل إدارة النفايات الصلبة.